السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقتل إيلي جاسر طبيب أسنان في لبنان. عثر اليوم على جثة طبيب أسنان اللبناني إيلي جاسر في العقد الثالث من عمره داخل عيادته في منطقة البقاع الأوسط وهو مصاب بعدة طعنات. وأكد مصدر أمني أن رقيب في الجيش اللبناني أقدم على طعن طبيب الأسنان إيلي جاسر عدة طعنات بآلة حادة، مما أدى إلى مقتله على الفور بسبب علاج خطيبة الرقيب من قبل الطبيب، والتي كانت تشعر بآلام شديدة في أسنانها بعد العلاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.